عصرنا هذا عصر مظلم جدا، الكثير من الشباب والبنات ظلموا بسبب تغير مفاهيمنا عن الحياه الزوجيه، بسبب الصعوبات، بسبب المتطلبات الكثيره، بسبب تغيير نظرتنا للزواج، ما هو الزواج اصلا؟ هل هو عباره عن مظاهر وترف وفرح والى اخره، ام انه شيء اخر؟ الحقيقه إذا أردت أولا أن ييسر الله لك الزوجة أو إذا أردت أن ييسر لك الله الزوج الصالح يجب أن نغير نظرتنا لهذا الموضوع، فالزواج هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو آية ومعجزة من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً يجب أن تنظر إلى الزواج على أنه السكون هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ يجب أن تنظر إلى الزواج أنه ذرية صالحة أنه أمر يرضي الله وليس هو مظاهر ومتعة ومتطلبات الحياة لا أخي الحبيب أول شيء حتى الدعاء تستطيع ان تنفذ هذا الدعاء او هذا الدعاء ييسر الله لك ببركته الزوجه الصالحه ينبغي ان تغير نظرتك للامور لان هذه هي المشكله الرئيسيه اليوم كثير من الناس امامه كثير من الشباب امامه الكثير من البنات ولكن هناك مشاكل البيئه فرضتها الثقافه فرضتها الاعلام فرض علينا مشاكل لم تكن في رؤوسنا قديما قبل مئات السنين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يجب أن تغير نظرتك لهذا الموضوع أول شيء يجب أن تعتبر أن الزواج عبارة عن أمر يرضي الله يعني ليكن هدفك هو الله عز وجل وليس الدنيا لأنك إذا انغمست في الدنيا ستغرق في بحر من المشاكل وهذا ما يحدث في الكثير من البيوت الزوجيه للاسف اليوم، انظروا الى المحاكم، انظروا الى المشاكل الزواج والطلاق وغير ذلك. عندما تعتبر ان الزواج هو امر الهدف منه ان ترضي الله اولا ان تنجب الذريه الصالحه، انظر لبعيد حتى ان الله عز وجل قال: فان كرهتموهن احيانا الانسان يكره زوجته. يكره شكلها يكره بعض التصرفات يكره بعض الكلمات يكره بعض العادات الله ماذا قال لك قال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا انظر للامام للمستقبل انت لا ترى الغيب فلا تنظر الى الشكل الخارجي والمواصفات والامكانيات وغير ذلك انظر ما الذي يرضي الله هذا هو السؤال الرئيسي الذي يجب ان تضع نفسك أمامه سيدنا موسى سأعطيك مثاليا هل كان يبحث عن المتعة لا هل كان يبحث لو كان يبحث عن المتعة فرعون لديه أجمل النساء <applause> هو هرب من الكفر والضلال هرب من فرعون وهرب من فتنة النساء سيدنا يوسف هل كان يبحث عن المتعة عن الجمال عرضت عليه امرأة العزيز الفاتنة الغنية المسيطرة وغلقت الأبواب وقالت هئت لك كيف كان رد فعلي قال معاذ الله لماذا لأن تفكيره دائما في تفكيره الله موجود سبحانه وتعالى فمباشرة قال معاذ الله سيدنا زكريا ماذا أراد من الزواج هل أراد المتعة إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا أصبح شيخا كبيرا العظم وهن ضعف هشاشة العظام واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا يعني إنسان في عمر الثمانين أو ربما أكثر هل هذا يريد متعة؟ لا هو ينظر إلى المستقبل يريد ولد يدعو الله يرث النبوة اللهم صل على سيدنا محمد لذلك أخي الحبيب اجعل نظرتك لبعيد والله سيسر لك ستجد أن متطلباتك أصبحت بسيطة جدا لماذا؟ لأن الجمال لم يعد هو الهدف الشكل لم يعد هو الهدف الأموال لم تعد هي الهدف أصبح لديك هدف أعظم بكثير هو الآخرة هناك دعاءان دعاءين في القرآن أنا أحببت أن يعني نحفظ دعاء سيدنا موسى ودعاء سيدنا زكريا. سيدنا موسى ماذا قال عندما جاء الى ظل الشجره واراد الزواج؟ قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. انظر صياغه الطلب او الدعاء لم يقل يا رب زوجني ماذا قال؟ اني لما انزلت الي من خير فقير. لولا ان الايه التاليه تقول فجاءته احداهما تمشي على استحياء لم نفهم ماذا يريد، <applause> نحن فهمنا انه يريد الزوجه الصالحه عندما اخبرنا الله فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت له ان ابي قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، سبحان الله على الفور هي لماذا؟ لانه اولا غير نظرته لهذه الامور، غير نظرته للدنيا. والله بمجرد ان تغير نظرتك لقضيه الزواج ستاتيك الزوجه او الزوج ياتيك الزوج راغما قانعا وباسباب الله يقدرها. اذا اخي الحبيب احفظ معي دعاء سيدنا موسى ولكن يجب ان تدعو الله وهو قريب منك تخاطب الها قريبا منك يراك يسمعك يعلم ما في نفسك يعلم حاجتك قل ربي اني لما انزلت الي من خير فقير وكرر هذا الدعاء رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الدعاء الثاني سيدنا زكريا دعا أن يصلح الله زوجته وأن يرزقه الولد ماذا قال؟ وزكريا إذ نادى ربه هنا أريدك أن تحفظ هذا, هذا, هذا المقطع رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يا رب لا تتركني وحيدا هكذا وأنت خير الوارثين هيئ لي الزوجة الصالحة، وهيئ لي من يرثني من الذرية الصالحة كما تحب وترضى، وسلم الامر لله تسليما كاملا، ويجب ان تعتقد هذه قواعد مهمة اخي الحبيب، ان المرأة التي ستتزوجها مكتوبة عليك مسبقا، لا تتعب نفسك، ولكن انت فقط كن مع الله والله سيهيئ لك الاسباب، فلا تفكر كثيرا، بما يتعلق بالمواصفات وغير ذلك، فكر دائما بالجوهر الداخلي، فكر بقضية الدين، قضية الاخلاق، قضية حسن الخلق، السمعة الطيبة، اناس متواضعين، متواضعون، يقدرونك، يحترموك، لا تنظر الى الاعلى تتعب، انظر الى من هو ادنى منك، تشعر بنعمة الله عليك. كذلك بالنسبة للمرأة التي تأخر زواجها تخفف من احلامها الرومانسيه كل ما تشاهدونه على الانترنت والتلفزيون كله تمثيل اخي الحبيب والدليل على ذلك ال ال الازواج في المسلسلات الذين يقومون بدور الزوج اللطيف الرومانسي المحبب الى النساء الى اخره والذي يمارس علاقه خياليه عاطفيه مع زوجته او حبيبته تجده في الواقع يطلق ثم يتزوج يطلق وهي كذلك <applause> نجد من من يهتم باخبار الفنانين والفنانات تزوجت فلانه وطلقت ثم تزوجت وطلقت ثم ثم ماذا يدل ذلك؟ على انه في حياته العمليه فاشل <applause> لم ينجح في الحياه العمليه فاذا هذا كله تمثيل لا تنظر اليه الحياه فيها مشاكل فيها عيوب فيها اخطاء فيها ابتلاءات انت ستدخل في شركة الزواج هو شركة شراكة مليئة بالأحداث تتحلى بالصبر بالتواضع أن تصبر على ما تكره أن تنتظر الخير وأن يكون هدفك هو الله سبحانه وتعالى ومرضات لا إذا لا ننسى هذين الدعائين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير والثاني رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعا إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق